قلت كيما انا نديك بطل بس راك في حصه تاع التلفزيون تاع قناه النهار واسمها طاكسي المربوح واش دير خويا ها مدام تقفى مدام تقفى يا خويا هادي باسكو مدام تقفى مليحه بصح هادي اسئله تاع كيما نقول لك ثقافه بس من تكرر على الله السؤال الاول نلعبوا على 200 الف هذا كيفاش الاسم الكريم تاع خويا حسن دحماني حسن دحماني عائله دحماني مرحبا بكم في الطاكسي المربوح هيا شوف الاولى تبعوا معايا مليح ما مدراني يا اسمعوا مليح هو عنده قرون وعنده هيدوره وندبحوه في العيد ويقول باع واش هو كبش ها كبش كبش الجواب صحيح 200 الف ديجا راهم في الكونتير خويا كل شيء مبروك هيا 200 الف وتحويسه بن عمر باطل هيا ها عرفتها صاحبي عرفتها الجواب عليها في الجواب السؤال الثاني السؤال الثاني ركزوا معايا مليح عرفوا بني يزقل وين توجد واش من وين غير دا يا والجواب صحيح خويا 400 الف الكونتير خويا كل شيء مبروك هيا مليح تبع مليح من عمر جاب لها 40 خمس دقائق نعاودوا وين دوزوا بها جيبوا له طرود هيا خلاص السؤال يقول نهار تي بي ولا ايه نهار تي بي ايه هذاك ولا جوز في رمضان جوز في رمضان ان شاء الله انت تبعوا فيه تبعوا في النهار هيا خلاص سيريو والصح كاين الله يسلمك الله يسلمك صح نريحوا دائما في المناطق تاع الجزائر كاين واحد المنطقه في الجزائر منطقه من المناطق هذايا مشهوره بزيت الزيتون شكون هي؟ معسكر ولا تيجي بزيت؟ ما قلناش بلاد منطقه بلاد قبائل بلاد قبائل والجواب صحيح خويا 600 الف في الكونتور خويا دحماني راك داير الحاله اليوم خويا راك داير الحاله راك اليوم راك شايع كاع راك هيا دوكا نروحوا للسؤال الرابع ماذا السؤال الرابع نطلعوا المليون خويا العزيز هكذا مليون مليحه مليون مع رمضان واش نقول لك يا خويا جات بعد جي مصيريفه مصيريفه هايله هيا صح بصح شكون هو اللي قدر النهار ب 12 ساعه هو نبي من انبياء الله عليه الصلاه والسلام ما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاي السؤال يقول ندير لكم موسيقى تاع الطاكسي المربوح باش تزيدوا باش تمخمخوا مليح ها دقيقة ايه عندكم دقيقة هاي ايه ولا لا تقدروا ايه ولا لا تقدر تستعمل استدراكات كيما تحب انت واش هو انا ننصحك يعني ماذا بيا نعاونك ماذا بيا تربح زوج ملايين تروح بيهم هكذا تفرح الدار ماذا بيا تستعمل استدراكات طريقة كيما نقول لك ذكية الناس كاع يحكموا يقول لك انا عيط في التليفون وكي تلحق السؤال الاخير ما كاش استعملها ما يقدرش كيفاش يزيد دونك نلعبوا لا ايه لا 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 ها نزيد نشرح لكم هذه لا ايه لا 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 مدة دقيقة ونص هكذاك نقصروا نهضروا انا وياك انا نسي نغلطك على كل حال نحاول نغلطك وانت ما يلزمكش تقول لا ايه لا 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 باي لغة كانت باي طريقة كانت خاصة هز نتاع الريصة هز الراس لك اما كان تقول انا يصفروا له وراهم يشوفوا فينا في العارضة التقنية السلام عليكم عسو عسو يعود يقول ايه ولا لا لا انا تاني من الاخر بيبيو لي نعاود لكم ها يبيبيو على بيبيو شكون يلعب المدام ولا ماشي المدام تلعبي واحدة زوج ثلاثة رانا بدينا دونك مدام بدينا رانا رايحين لبن عمر قلت لي هاني مقبل صح بن عمر بن عمر هذه سي بلدية القبة وبلدية القبة معروفة بواحد الحاجة مش عارفين على بالك على بالك يعني على بالك باش معروفه القبه صح شوفي القبه هذه معروفه بالارسيكا هذوك شي الارسيكا واش كي حد يدير بن عمر هذا كيما على بالك شنو هي الارسيكا حنا المارشي هي المارشي تقع ينتقضوا سيدنا رمضان ها كي قلتي ايه ها كي قلتي لا يا ماذا جبتي كله ها والله ماني رد بالي معليش نعاود ندوزو من الجواب استدراك الاول راح نعاونكم في الجواب هكذا نعاونكم في الجواب باش ان شاء الله نطلعوا المليون هذا قلت لكم نبي من انبياء الله انبياء الله عليه الصلاه والسلام وهذا قلت لك دار الوقت في
12 ساعة باه يصلوا وكانوا في سفينة. علي السلام سيدنا نوح عليه السلام جاوب صحيح بالضبط، بارك الله فيك. دونك رانا طلعنا المليون، الطاكسي المربوح تربحوا علينا ان شاء الله في اخر رمضان، هكذا صح. دور كاتيك نروحوا للسؤال الخامس، نلعبوا على زوج ملايين، دوروا منا على 2 مليون دو سنتيم. هايا واش درتوا معنا؟ نكملوا، شجاعة كبيرة عند المدام، الله يبارك، شجاعة كبيرة. نروحوا للسؤال الخامس، نحب الناس هكذا اللي يحبوا يلعبوا ان شاء الله كيما نقول لك في الاخير. كيتو دوبل هاي دوبلات لابيز مدام، ان شاء الله تربحي، ان شاء الله تربحي علينا وتربحي على سيدنا رمضان. با. سؤال واعر يا مدام، سؤال واعر. تبعتوا الماتش تاع الجيري ولا كوري؟ ايوا اختي. ما عندكمش تلفزيون؟ ما عندكمش الجزائر؟ مام خويا العزيز ما تبعتش الماتش؟ عندك سمعنا هكذا كبر. اي ما عرفت نعطيكم سؤال سهل زعما. السؤال تاع المباراة تاع الجزائر كوريا الجنوبية، الجيري كوري دي سود، شكون اللي سجل الهدف الثالث؟ السؤال شكون اللي سجل الهدف الثالث؟ لا خلاص كاش ايه ولا لا، هذه اسمها سؤال واضح بسيط، شكون اللي سجل؟ ها؟ هنا تقدروا تستعملوا التليفون. عائلة الدحماني ياك؟ عائلة الدحماني راهي تلعب على زوج ملايين والمدام راح تحكم التليفون وتعيط باش يعطيوها. سؤال سهل رمون، جواب سهل. ماتش تاع الجزائر وكوريا الجنوبية، شكون اللي سجل الهدف الثالث؟ شكون؟ جابو كون مدام جابو عبد المنعم، عبد المنعم ولا عبد المؤمن؟ المؤمن. واش رايكم المشاهدين؟ نزيروا عليهم على عبد المؤمن وعبد المنعم، نزيروا ولا ما نزيروش؟ هذا سيدنا رمضان، هيا خلي. الجواب صحيح مدام، كل شيء مبروك عليكم، زوج ملايين ديجا ربحتيهم رايحين للمرجي ياك. شوف يا خويا هذاك الفال، سبحان الله العظيم، سبحان الله، كل شيء مبروك. سمحوا لي برك نزير مليح باش نعطيكم الهدية ديالكم من إهداء الطاكسي المربوح. ما راكمش مأمنين واقيلا عمالكم تمسخروا، ما كاينش مأمنة مدام. لا كيش مأمنة، الله غير دوك تأمني. بسم الله. هاي الكاميرا، روش عمو تاع الكاميرا. هذا عمو رشيد، نسقيلو دائما عمر مسكين. مدام مسيو، مبروك عليكم 20,000 دينار من هذا الطاكسي البربون. هاي مدام شدي. نربح عليك مسيو ها. روحي اليوم في المارشي وزم توخذيه مدام، زم توخذيه. كمل يوم يا خليك بعد حتى دورو في هذا الوحدة. ها؟ جيب خويا جيب اللي بغيت. خويا محمد كون قلت لك كلب الخو انت جينيرال مربوح ولا ماشي مربوح؟ انا انا والله نورمالمون مربوح. مربوح مالا مربوح خويا، باسكو راك في الطاكسي المربوح، تي ليميسيون تاع النهار تلفزيون، الله يبارك، تجوز في رمضان ان شاء الله يا خويا، نوصلوك الكالفير باطل. الله يعطيك ما تمنى. اللهم امين اللهم امين. انا والسامعين خلعت مع الاولين نشوف. لا ما كان غير الخير غير الخير، وتقدر تربح حتى زوج ملاعين، هذا كي تلحق الكالفير نعطيوك زوج ملاعين، اكونديسيون تجاوب مليح على 5 أسئلة. صح. هو عنده هيدوره، عنده قرون، يقول باع ويذبحوا في العيد، راه تعرفها قول له، وشنو؟ الكبش خويا طريبون بون ريبونس راك تشوف هذيك كيسون ساهلين مالي، لا، طريبون ريبونس تجاوب صحيح 200,000 في الكونتير خويا، ديجا 200,000 مدخلوا في لاكاس. الله يسلمك. بسم الله، نروحوا للدوزيام كاسيون فوق. ما قلتيش برك واسمك هكذا. سامر. صح. دوزيام كاستيون، تبع معايا مليح. بني يزقن، اسكو تسمع بني يزقن؟ اي ولا لا؟ لا نسمع فيها. وين جايه بني يزقن؟ في غردايا. الجواب صحيح، خير بون ريبونس، 4000 دينار في الكونتير خويا، حاكمه مليح ها؟ راك حاسب لي اليوم راك دير لافير ها؟ نورمالمون هكذاك ندير لافير. هيا بيان، صح. تروازيام كاستيون، نريحوا دائما في لي ريجيون، في المناطق تاع الجزائر. صح. هكذا خويا، شكون هي المنطقة تاع الجزائر اللي معروفة بزيت الزيتون؟ المنطقة تاع الجزائر اللي معروفة بزيت الزيتون. ديال كاين تيزي وزو يقول لك.
زيت زيت يقول زيت قبائل احنا نقول زيت قبائل فوالا زيت قبائل انا دقيقه في القبائل الجواب صحيح سيميل دينار هذا لو يعيط لك هذا قولوا لي مشغول يا اخو قولوا دوك الحباب قولوا ما صبش شويه تعيط تحيتنا الى سكان منطقه القبائل ما بقاش بزاف الاذان شدوا شدوا مازال زيد شويه زيد شويه اخو زيد شويه اختي الله هنا لحقنا 600,000 صحيح اوكي نقترح عليك نروحوا المليون 2000 دينار لاكات لاكاتريام كاستيون هنا تبدا شويه تقاس الحاله ان شاء الله ولا حصلت ولا عندك لي جوكر مازال ما استعملت حتى واحد هكذا اخو السؤال يقول شكون هو اللي في اول مره في تاريخ الانسانيه اللي قسم النهار ل 12 ساعه هذا هو السؤال يقسم النهار 12 ساعه اه صدر ديجا كان النهار هكذاك هو قسمه 12 وزيد نعطي لك انديكاسيون صغيره هكذا قسم هكذاك باش يصلوا له باش يعرفوا وقتاش يصلوا ما تجاوبليش ما عندكش السؤال ما راكش متحقق ما تجاوبليش بريفيرونس ما عندك السؤال قال استعمل الجوكر باسكو الا تقول كلمه نعتبرها استعملوا جوكر اون ريفونس استعملوا جوكر يكون ندخلوا في هذاك تاع تاعي ولا لا لا وي يا بيان يا داكور دونك خويا عطيك نشوف الريكري الساعه تاعي اي اون صايا واحده زوج ثلاثه انا بدينا دونك قلت لي انت واسمك سمير واللي سماك هو يمك بابا. سماك بابا كيفاش اسمه باباك؟ حسين 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 واش يسيبورتي حسين؟ نورمالمون جي اس ام بي جي اس ام بي تاع بجايه تاع جيجل الله يبارك يا خو سيت اون كروند ايكيب صح على بالك سيت اون كروند ايكيب لا اون كروند ايكيب تقعد اون كروند ايكيب صادير ماشي باسكو يجوز ان مومون هكذاك وين ما عايش دير نتائج كنت الاخر تاخذ مثلا لو امر تقعد غروند ايكيب تاخذ ولازمو تاع وهران تقعد غروند ايكيب ميلاحات تقعد غروند ايكيب فوالا دونك هادي يعني غروند ايكيب قاعد غروند ايكيب خو هذا هو دونك نحيو كاع لي سيبورتر تاع جي اس ام تحيوهم 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 دونك قلت انت واش دير في الدنيا اخو بنتر ديكوراتور قدرت لي جاست براسك ما كملتوش قدرت لي جاست براسك ما كملتوش درت لي جاست براسك دار ولا ما داروش اصلا شنو عيط الله يجي كاشو البوليس دار ولا ما داروش داروا يا خلاص صاحبي درت الجاست عندك بطاقه حمراء خويا هاك بطاقه حمراء خويا دونك هنا هاي الزاقات عليك زاقات عليك تسمع لازم تستعمل جوكر واحد اخر هكذا اي بيان سور هذه تاع لا درت لي هكذايا بلا حساب تعمل جوكر واحد اخر تعمل جوكر واحد اخر خويا نعيطو معاك تحب تعيط تحب نحطو نسقسيو نعيطو خير ساشون عطيت لك انديكاسيون باش تعرف لي من تعيط ماشي تعيط لواحد يتبع غير الفوتبال نسقسيو ماما هذا عنده شويه في هذو الامور والله يعني وهذا قلت لك نبي من انبياء الله حدا ما انت انا مولد تاع هذيك انا باش ندير ايه ناس وعلى اخو على بالي بلي وعلى على بالي انا راني نسيي معاك باسكو راني فيني ستاف صافي كان انت تسي تلعب لي بالك ما نقدرش خو واش خويا احمد لاباس صافا والله غير الحمد لله حمد حبيت نسقسيك برك تعيش كاين واحد النبي من الانبياء هكذا قال لك هو اللي قسم الوقت 12 ساعه على الجل الصلاه لا تفكر يا اخويا احمد لا تفكر انا في عقلك ولا في عقلك قصه تاع ربح يا اخويا قال الله اعلم سيدنا هو هاي صح احمد ماشي هو للاسف عندك جوكر نحطو نسقسيو زيد نحطو نسقسيو تاعك اه لازم سينو رمي المنشفة انا هذوما اللي مهنا لقيت جو بونس با واحد انا شوفي واحد سيو كطيح فيك اش بولحيا كاش اخينا ما شاء الله هكذايا ما شاء الله او تحت الجامع وكان واحد من هكذا اه الوقت خلاص 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 هما يديروا لاسيس قيدوا لا روحوا من جهادك ما سيبوش كاش بالك الامام تما نقدروا نحبسوا تما ديجا كاينوا نحبسوا تما كاينوا تحبس تقدروا تحبسوا يا روحوا السؤال هو كاين واحد النبي عليه الصلاه والسلام هو لاول مره في تاريخ الانسانيه اللي قسم النهار ل 12 ساعة باش اللي يتبعوه ينجموا يصلوا. موش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الله أعلم الله أعلم سيدنا داود.
هي للاسف خويا العزيز. الله يغالب هذه هي. الله غالب باش نعاونوك. معليش خيرها في غيرها ان شاء الله. خيرها في غيرها ان شاء الله. وللاسف اللي حبطنا سقسيو ما يعرفوش. الله غالب. دونك هذا هو محسوب قانون اللعبه. ها شوف كي تلحق واسمو نوصلوك كيف نوصلوك الكارفير باطل. بارك الله فيك. باسكو راك طلعت مع الطاكسي المربوح ونقدر نقول لك باللي راك ربحت 200,000 هكذا. اضعاف الايمان كي تطلع في الطاكسي المربوح 200,000 باسكو الاسئله سهله ماهله. دونك خويا العزيز نعطيك 2000 دينار ديالك. هايك خويا 1000 دينار 2000 دينار كل شيء مبروك. الله يسلمك مليح. ها خويا يرحم والديكم وبور رمضان. الله يسلمك بور رمضان. هذه ديجا معلومه. دونك معلومه خديتوها متبعي الحصه تاعنا. ها بلي صاوا المعراج سيدنا موسى دونك هو اللي كان الانترميديال الوسيط بين الرسول صلى الله عليه وسلم. كان لما يرجع ان النبي صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى باول من الصلاه كل ما يقول له 50 يقول له نقص لي نقص له 10 10 10 10 حتى قال له خمسه. قال له خمسه. قال له زيد امتك ما تقدرش الخمسه. قال له ما نرجعش. قال له بزاف. قال له اسمع حشم كل خطره يرجع يرجع يرجع. قالوا سوف تكون خمسه تكون 100.